بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم في موكب الدعوة. شيخ صالح حفظكم الله، هذه الأسماء المباركة والعطرة التي تفضلتم بذكرها وسردها، والتي كان لها تأثير في حياتكم العلمية، لا شك أن من هذه الأسماء أحسب أن لكم علاقة كانت خاصة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، وكان بينكم أو معهم علاقة أحسب أنها علاقة التلميذ مع شيخه. شيخ صالح، أجد أنها فرصة لأستمع من فضيلتكم مع من يستمع إلى هذا البرنامج من الإخوة المستمعين إلى شيء من حياة ذلك العلم رحمه الله، خصوصا وأنتم كنتم من القريبين منه، سواء كان في العمل أو قبل ذلك في تلقيكم عنه في كلية الشريعة وغيرها. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله عالم من أعلام العلم والعمل والتوجيه في عصرنا الحاضر، لا يخفى ذلك على أحد، وكنت ممن انتفع بعلمه وتوجيهه، وهو من أبرز من تأثرت بهم، تلقيت العلم على أيديهم. فمن ذلك أنني تلقيت عنه علم الفرائض والمواريث في كلية الشريعة، وكنت أحضر دروسه ومحاضراته ومجالسه، وأستمع إلى برامجه في الإذاعة وأحرص على ذلك، استفدت منها العلم الغزير والحمد لله. يعني سمعت منها العلم الغزير، وأما أنني حفظت منها شيئا فحفظي قليل وذاكرتي ضعيفة، ولكن كنت أحرص على سماعها وحضورها والاستفادة منها. وأما مجال العمل فمنذ انتقالي إلى دار الإفتاء والعمل تحت رئاسته رحمه الله، قد استفدت منه الفوائد العظيمة في مجال العلم والإجابة على الأسئلة، والتثبت في الإجابة وتحري الصواب والدقة، وكذلك استفدت منه الصبر والتحمل على مشاق العمل، استفدت منه فوائد عظيمة في هذا المجال. استفدت منه أيضا الحرص على بناء الفتوى أو الجواب على الدليل من الكتاب والسنة، وتحري الصواب، وأن المفتي حينما يفتي على مسألة فإنما يضع في ذمته حملا ثقيلا، لأن هذا الجواب سينسب إليه وسيسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى. فكنت أستفيد منه التحري والدقة ومراعاة المسؤولية والخوف من الله سبحانه وتعالى عند إصدار الجواب، لأن لا يكون فيه تساهلاً أن لا يكون فيه تساهل أو إخلال أو تفريط في ربطه بالدليل. كل هذا استفدته من العمل تحت رئاسته رحمه الله. نعم، ثابكم الله شيخ صالح.